بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح إن شاء الله في هذا الفيديو تطبيقات على قوانين نيوتن، وهو من دروس فيزياء الصف الحادي عشر علمي. وسنبدأ في التطبيق حركة المصعد، وهو من تطبيقات على قانون نيوتن الثاني. لكن قبل أن نبدأ نريد أن نذكر أن أي جسم يكون في مصعد تؤثر فيه قوتان، وهي قوة التلامس العمودي وقوة الوزن. والوزن الحقيقي ويرمز له بالرمز W، وهناك الأن وهي قوة ردة الفعل. فهنا لابد أن ننوه إلى أمرين. الأمر الأول هنا أن الوزن الظاهري وهو يمثل أن، وأن هي قوة التلامس العمودية وهي أيضا قوة رد الفعل، بينما الوزن الحقيقي ويرمز له بالW وهو الوزن الناتج عن قوة الجاذبية الأرضية وهي أم الكتلة في جيه هي عجلة الجاذبية. في البداية لابد أن نعرف أمرين، والأمر الأول أنك عندما تكون واقف على ميزان وهذا الميزان في مصعد، فإن قراءة الميزان هي تمثل وزنك الحقيقي. في البداية سندرس أثناء الصعود وأثناء النزول أو أثناء الهبوط. هنا بالنسبة للجزئية الأولى وهي أثناء الصعود، فهنا اتجاه الحركة يكون مع أن، بمعنى أن هنا أن وهي قوة التلامس العمودي وهي عبارة عن الوزن الظاهري في اتجاه الحركة، وبما أن و W قوتان متعاكستان، وبما أن N في اتجاه الحركة فN هي القيمة الموجبة حسب قانون نيوتن الثاني، مجموع القوة تساوي M في A. ما القوى المؤثرة على الجسم؟ قوى قوتين للأعلى وللأسفل. من للأعلى؟ الذي يكون في اتجاه الحركة وهو N ناقص W، وهي عبارة عن قوتين في المركبة الرأسية. وبالتالي عندما تريد أن تجد قوة التلامس العمودي أو قوة رد الفعل، فإنك ستقوم بنقل الوزن الحقيقي للطرف الآخر، وبالتالي في حالة الصعود تساوي N تساوي W زائد M في A. هذا الوزن نجد أن هنا في هذه الحالة في أن قوة التلامس العمودية التي تمثل الوزن الظاهري أكبر من قوة الجاذبية الأرضية وهي التي تمثل الوزن الحقيقي، بينما في أثناء الهبوط يكون اتجاه الحركة للأسفل، فتكون W وهو الوزن الحقيقي هو في اتجاه الحركة، فبالتالي هو الموجب ناقص الN وهي عكس اتجاه الحركة تقوم بالسالب، وهنا عندما نعبر عن مجموع القوة في الاتجاه الصدى. وبالتالي هنا عند نقل الآن على الطرف الآخر تصبح أن هي التي مضافة إلى قوة الجاذبية الأرضية، فبالتالي هنا يكون في حالة الهبوط يكون التلامس العمودي أقل من القوة العمودية لأنه يضاف له أم في. طيب إذا قطع حبل المصعد يتحرك المصعد بتسارع الجاذبية الأرضية، وهنا نقوم بتعويض عن كل قيمة A وكل تسارع بعجلة الجاذبية الأرضية، وهنا عندما نقوم بمجموع الاف طبعا الدبليو هي بالموجب لانه هنا في حال هذه الحالة سيسقط فهو سينزل للاسفل، ناقص الان وهي عبارة عن قوتين التي تؤثر في الحركة الرأسية تساوي ام في جي، وهنا استبدلنا الاي والتسارع بالجاذبية الارضية. عند نقل الام جي للطرف الاخر وتنقيصها تجد انه يطلع صفر. اذا هو قوة التردد الفعل عندما تسقط الجسم سقوط حر او عندما ينقطع الحبل المصعد، في هذه الحالة قوة التلامس العمودي وقوة رد الفعل تكون صفر. ونلخص ما قمنا بالتحدث عنه، ان يزداد الوزن الظاهري والذي يمثل ان أو قوة رد الفعل في حالتين، عندما يصعد المصعد إلى أعلى في حالة الصعود أو في حالة الهبوط، لكن بشرط أن الجسم يتباطأ ويقل الوزن الظاهري أن أو قوة رد الفعل طبعا تقل عندما في حالة الصعود إلى الأعلى بتباطؤ أو هبوط الجسم بتسارع. يتساوى الوزن الظاهري مع الوزن الحقيقي في حالة واحدة، وهي عندما يتحرك الجسم بسرعة ثابتة
في هذه الحالة نقول أن M تساوي W، ويتنعدم الوزن الظاهري قوة رد الفعل عندما يتحرك المصعد تحت الجاذبية الأرضية، بمعنى أنه حدث انقطاع لحبل المصعد. وهنا طبعا ما تتوقع أن تكون قوة رد الفعل في قراءة الميزان إذا تحرك المصعد بسرعة ثابتة وإذا قطع حبل السلك، وتحدثنا عن هذه الجزئية أنه إذا تحرك بسرعة ثابتة فإن N تساوي W، وإذا قطع بحبل المصعد فإنه الآن قوة التلامس تساوي صفر، بمعنى انعدام الوزن. طبعا الحركة على السطح المائل، لكن قبل أن نبدأ هذا سيكون فيديو آخر، نريد أن نعرض إجابة سؤال مهم، وهو سؤال يتعرض لقوة المؤثر في قصة الميزان، وهو التطبيق الثاني من قوانين نيوتن. وهذه التطبيقات على المصعد يوجد في أسئلة الكتاب، هناك جزئيتين وسؤالين، هنا هذه السؤالين سنقوم بحلهما لكم حتى تكون الصورة واضحة. السؤال الرابع يقول: عندما تقف طالبة كتلتها 45 كيلوغرام على أرضية مصعد، احسب القوة التي تؤثر بها أرضية المصعد والتي تمثل قوة تلامس العمودية N في أربع حالات. الحالة الأولى عندما يكون المصعد متحركا إلى أعلى بتصارع 4 متر لكل ثانية تربيع، عندما تكون المصعد متحرك إلى أعلى بسرعة ثابتة مقدارها 3 متر لكل ثانية، وعندما يكون المصعد متحركا إلى أسفل بتسارع 1.5 متر لكل ثانية تربيع وإذا انقطع الحبل المصعد. انظروا للحل، وهنا سنبدأ في الفرع الأول. عندما يكون المصعد متحركا لأعلى بتسارع 4 متر لكل ثانية تربيع، طبعا مجموع القوة F تساوي M في، طبعا M للأعلى و W للأسفل، طبعا اتجاه الحركة للأعلى فN هي الموجب، فN ناقص W تساوي M في. طبعا الـ A معطيني لدي اللي وهي عبارة عن التسارع، ومعطيها 4 متر لكل ثاني تربيع، والكتلة الجسم معطاة بالأساس وهي 45، والوزن بما أنه 45 وزن الجسم هي عجلة الجاذبية ضرب الكتلة، فبالتالي 45 ضرب 10 فتكون 450 نيوتن. وفي هذه الحالة نقوم بنقل 450 نيوتن على الطرف الآخر بعد أن نقوم بضرب 4.45، فيكون الجواب 630 نيوتن. الحالة الثانية، آسف، الحالة الثالثة، طبعا هنا هذه الحالة عندما يكون المصعد متحرك لأعلى بتسارع 4 متر لكل ثانية تربيع. الحالة الثانية عندما يكون الجسم متحرك إلى أعلى بسرعة ثابتة. طبعا نحن أخذنا سابقا وتعرفنا أنه عندما يتحرك الجسم بسرعة ثابتة فإنها في هذه الحالة يكون التسارع صفر، وبالتالي يكون قوة التلامس العمودي تساوي التي تمثل قوة رد الفعل تمثل عجلة الجاذبية الأرضية، قوة الجاذبية الأرضية. وبالتالي هنا قوة الجاذبية الأرضية وهو عبارة عن الوزن 45 وهي الكتلة ضرب جيم وهي 10 450 نيوتن، وبالتالي في هذه السؤال 2 N تساوي W، وبالتالي تساوي 540 نيوتن، ولا دخل لعملية التسارع، هو فقط يريد منك أن تعرف كلمة ثابتة. لو وجدت كلمة ثابتة سرعة ثابتة إذن N تساوي W. في الحالة الثالثة عندما يكون المصعد متحركا إلى أسفل بتسارع 1.5 متر لكل ثانية، كمان هاي الحالة الثانية أنه سرعة ثابتة فتكون 4.5، عندما يكون المصعد متحركا لأسفل بتسارع 1.5 متر لكل ثاني تربيع، طبعا للأسفل يكون اتجاه الحركة مع اتجاه الوزن، وبالتالي هنا تقول W هي الموجب ناقص N تساوي M في A، فالW 450 ناقص N، والكتلة 45 والتسارع هو 1.5، فنقوم بضربهما ونقل 450 على الطرف الآخر وتغيير الإشارات، ففي النهاية يكون الجواب هو 382.5 نيوتن.
طبعا في هذه الحالة يتبقى لدينا مطلوب واحد وهو المطلوب الأخير، إذا انقطع حبل المصعد طبعا في هذه الحالة الآن تساوي صفر، الآن وهي قوة التلامس العمودي تساوي صفر كما تحدثنا سابقا. ومن التطبيقات على قوانين نيوتن وهي الحركة على مستوى مائل. طبعا ما القوة المسببة لانزلاق جسم على مستوى مائل؟ لنتعرف على هذا السؤال لابد أن نقوم بعمل هذا النشاط، لكن بما أن النشاطات متوقفة بسبب كورونا فسنقوم بشرح الجزئية بشكل مباشر، وهو أي سطح مائل يكون في وضعه الموجود، إذا كان الوضع خشن إذا يوجد يكون هناك حركة، وهنا في هذه الحالة تكون توزيع القوى لابد أن نقوم بتحليل قوة الجاذبية الأرضية، وهي تحلل إلى مركبتين، مركبة صينية أفقية وهي تقابل الآن وهي أم جي في كوساين الثيتا، ومركبة رأسية أم جي في ساين الثيتا تقابل قوى الاحتكاك. طبعا هنا بما أنه ينزلق فإذا اتجاه الحركة يكون للأسفل، فعندما نقول أن مجموع القوى حسب قانون نيوتن الثاني تساوي أم في مجموع القوى الأف يقابلها أم جي ساين الثيتا، لكن لأن اتجاه الحركة للأسفل فالأم جي ساين الثيتا هي الموجبة ناقص أف لأنهما قوتان متعاكستان، وهنا الأم في طبعا الدبليو هي تمثل الوزن وهو أم في جي وهي الكتلة ضرب 10 متر لكل ثاني تربيع، والA هي زاوية ميل المستوى المائل، والM طبعا الكتلة والتصرف. إذا هذا هو التحليل. طبعا إذا كان السطح خشن فهناك تأثير لقوة الاحتكاك وهي أصلا قوة معيقة للحركة تنقص من الحركة، لكن عندما يكون الجسم ساكن أو على وشك الحركة فإنها تكون هنا نستخدم معامل الاحتكاك السكون. طبعا سننهي هذا الفيديو والتطبيقات على هذا الدرس في الحصة القادمة، لكن سنعرض فقط الآن أسئلة أناقش. في أي المنزلقات المائية في الشكل المجاول يمتلك الشخص تصارعا أكبر؟ ما الهدف من استخدام الماء على المتزلقات؟ وما القوة التي تسبب انزلاق على المتزلقات؟ طبعا إجابة هذه الأسئلة كالتالي. طبعا في البداية في المنزلق B، طبعا هنا هذا هو المنزلق B لأنه أطول، وفي حالة يكون الطول فإن يستمر تأثير مركبة الوزن لفترة زمنية أكبر، فبالتالي يكتسب زمنا أكبر. ولماذا يوضع الماء؟ لتقليل قوة الاحتكاك، لأن حتى لا يؤثر على جلد الإنسان. والقوة التي تسبب انزلاق على المنزلق هي مركبة الوزن وهي المركبة أم جي قوة الجاذبية الأرضية في ساين الثيتا، ويمكن زيادته بزيادة زاوية ميل المنزلق. نرجو أن يكون هذا الفيديو السريع قد نال إعجابكم. نصيحة للجميع، طبعا هنا فقط مثال سترونه وهي عبارة عن تطبيق مباشر، هنا الزاوية 30 درجة فمجموع الأف تساوي 6، طالما أنه ينزلق فهو ينزل للأسفل فهو تكون في اتجاه المركبة الصينية، والمركبة الصادية أف جي في ساين الثيتا تساوي أم في A، وبما أنه عندي ساين الثيتا معروف وهي عبارة عن 30 الزاوية فساين 30 هو النصف، وأف جي الكتلة وهي كتلة الشخص 80 ضرب عجلة الجاذبية وهي 10، وهنا 80 فتقسيم 80 على طرفين فتكون A تساوي 5 متر لكل ثانية تربيع. سنستفي بهذا القدر، وإن شاء الله سنتعرض في المرة القادمة لحل أسئلة لهذه الجزئيات، لكن دائما نذكركم أن الفيزياء تحتاج إلى عملية دراسة، فالدراسة شيء مهم جدا في عملية فيها، ولذلك لابد أن تقوم بكتابة ما تدرسه وتحل مسائل، حتى لو كنت هذه المسائل
قمت بحلها أو نسخها وتعرف حلها، لكن عملية أن تقوم بحلها بنفسك يديك الدافعية الكبرى في عملية فهم هذه المادة رغم الجفاف الذي يوجد في طريقة إيصاله. نشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.